يا اهلا بيكم في ثاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وطبعا زي ما اكيد حضراتكم عارفين النادي الاهلي قدامه مجموعه من التحديات الفتره اللي جايه ان شاء الله في مشواره المحلي والقاري، هنتكلم عنها وبالتفصيل مع ضيفنا اللي منورنا في حلقه النهارده الناقد الرياضي الاستاذ حسام الغرباوي. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الفل على حضرتك وعلى جميع كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك صباح وسلام. انا عملت انترو في البدايه وقلت بقى استاذ حسام اللي بيحلل لنا بشكل مختلف، ودي حقيقه وعندك بيبقى دايما رؤيه مختلفه بصراحه. خليني ابدا معاك بماتش اول امبارح، والبعض يعني ادوا له عنوان كده، اطلقوا عليه مباراه تحت عنوان يعني هي اطفأت شويه الغضب في الصدور، او يعني اثلجت قلوبنا زي ما بيتقال. بتتفق ولا بتختلف؟ وفي نفس الوقت هل هي بدايه لموسم قوي جدا وماتشات لسه قدامنا ان شاء الله نرجع فيها لشخصيه الاهلي مره تانية اللي احنا نعرفها، ولا قصه كلها زي ما البعض برضو بيحلل ان وفاء ستيف يعني ما هوش فريق اصلا انت تحطه في حسبانك، فرباعيه ما هياش حاجه؟ مع أنهي رأي؟ لا طبعا أنا مع الرأي ده لسبب بسيط. طول عمر الفرق الجزائرية من الفرق القوية جدا طبعا. وفي نفس الوقت الأهلي ثالث عالم الأندية. الأهلي التاريخ الكبير العظيم ده مش مجاملة، ولكن ده أرض الواقع طبعا. الأهلي طبعا لكل حصان كبوة، ودي مش معناها أصلا ما ينفعش فريق بيكسب طول عمره كل الماتشات أو المباريات طبعا. شيء طبيعي، لازم عندي لاعب بيصاب، حاجة بتحصل، بيبقى مثلا الجهاز الفني بيطبق فكر جديد أو طريقة معينة مثلا بيلاقي نفسه أخفق فيها، فده شيء طبيعي. ممكن المستوى المنافس اللي قصاد، على فكره كل المنافسين بيجوا قصاد الاهلي بيبقوا شرسين جدا طبعا. فشيء طبيعي، ولكن الاهلي الحمد لله بالتاريخ عمره بصراحه ما خسر امام اي فريق جزائري. وطبعا الثقه اللي عادها الجهاز الفني للاعبين احنا شفناها في ارض الملعب على فكره، لدرجه احنا كنا في الاول بنقول من اول دقيقتين ثلاثه قلنا طب هل وفاق ستيف فعلا هو بيجر الاهلي او بيمتص حماسه للضغط، بحيث بعد كده ان هو بيخطف المباراه وبقى كل الناس زي ما نقول كده حاطين ايديهم على قلبهم. ولكن طبعا الاهلي هو الاهلي وهيظل قدر فعلا من خلال الضغط الرهيب على وفاق ستيف من اول خمس ست دقائق، ودي احنا شفناه. احنا طبعا القائم الشمال شال ثلاث كور محققين اهداف محققين بشكل رائع، ده ادى الثقه الكبيره حتى لبقيه اللاعبين، ومن هنا اتغيرت مجرى المباراة. مش عشان ان ده اضعف، لا، هو الاهلي كان قوي، الخطة موضوعة كويس، قاري كويس موسيماني الخصم بشكل كبير جدا، عارف نقاط ضعفه وقوته، وحتى ده كان هو يعني بيدفع اللاعبين بحتة ان لازم استرداد الكرة في ثانية مجرد ما بتتخطف من الاهلي او بتتاخد، بنلاقي حتى ما الهات وخد بتاعتهم ما بتكملش، يعني اول وتاني كوره بتلاقي ان لعيب الاهلي بيستخلصوها بشكل قوي وبيعملوا الهجمه منظمه وفي نفس الوقت باغته جدا. يعني تشوف احمد عبد القادر كان بيصاب ازاي، الشحات بيرسي تاو اللي رجع بشكل قوي جدا، مش نتيجه ان هو جاب هدف، لا، هو قدر ان هو يكسر او يضحك زي ما بيقول تحركاته نفسها، تحركاته ما هي اللي كسرت التسلل طبعا، ومن هنا طبعًا فعلا قدر ان هو لا ودربكه يعني الدفاع، وهو كمان نميس قوي وسريع في تحركاته طبعا الحقيقة. ومن هنا بصراحه تراجع وفاق ستيف، حس ان هو عايز يخرج باقل نتيجه عشان يعوض في الجزائر، ومن هنا طبعا الاهلي استغل الموقف وبطرد لاعب منهم، ده ادى الاولويه وان كان يعني احنا شفنا الكابتن بيبو كان قاعد في حاجات هو مش مبسوط رغم ان احنا كسبانين اربعه، لان طبعا هو بيقول طالما احنا راكبين المباراه يبقى ما فيش كره تعدي، ما فيش غلطه، ما فيش، بحيث ان احنا لا الاهلي ليه ما كسبش سبعه؟ ان ده طول عمر الاهلي كده، وعشان كده لا انا مع فكره ان الاهلي كان وسيظل قوي جدا، وان شاء الله باذن الله يكمل بنفس القوه. حلو جدا. وكمان لو احنا هنركز بقى في نفسنا خلاص، هنبعد عن فاق ستيف شويه، فكره يعني الاياب ده هنتكلم فيها يعني على مدار الفقره، وفكره كمان التصريحات الخاصه بالمدير الفني الخاص بيهم اللي قالك انا من الصعب جدا ان انا اعوض رباعيه يعني الاهلي في ماتش الاياب، دي هنروح لها. بس انا عايز اركز دلوقتي على الفريق بتاعي. الفريق بتاعي شوف
شفنا فيه روح مختلفة تماما بمنتهى الصراحة. خلينا كمان نبقى صادقين في كلامنا، الروح ابتدت تعود مرة تانية والأول مرة تبقى متشافة على الملعب. شفت لعيبة نفسيا كمان فارق جدا الأداء في أو يعني على الأرض في أدائهم، طاهر محمد طاهر والتميز اللي هو كان فيه، فكرة هنا موسيماني والتغيير اللي عمله والمراكز الجديدة اللي حط فيها بعض اللعيبة، الثقة اللي عند اللعيبة، التيم وورك الموجود، لا دي كلها حاجات موجودة، صناعة الفرص الغير مهدرة خلينا نقول برضو كانت موجودة على الأرض. ففي لا في حاجة مختلفة جدا. طبعا الجهاز الفني عليه عبء كبير بعد الهجوم اللي تعرض له موسيماني لو شفنا في آخر المباراة. طبعا أنا مبسوط إن هم ما تأثروش سلبيا يعني، لا كان في تاثير، خلينا نبقى صادقين مش بالشكل الكبير، كان في تاثير لان على فكره ماشي ما هي تاثير اخدها ايه، انا زعلت بس عملت ده ايجابي، حولته لشيء ايجابي نقلته، لان في ناس لما كان بعض المدربين الفنيين زمان لما كان بيتهاجم بيقدم استقالته، لا يا جماعه صح ولا لا، انما لا انا هكمل، لا انا فكري ده في زمن ما قبل السوشيال ميديا. لو في زمن السوشيال ميديا بيعملوا كده مش هيبقى عندنا ولا مدرب في اي رياضه بالظبط، يمكن ده دلوقتي اصعب. فهو قدر ان يحاول ده نفسيا بشكل ايجابي، وانا اللي مبسوط منه اشوف محمد شريف كان بديل، ورغم ذلك مفيش زعل، مفيش يعني، كان في بعض اللاعبين لما بيكون تملي اساسي واتحط على دكه لما بيجي ينزل بيبقى زي ما اقوله كده بالبلدي قرفان مش عايز يلعب، عشان كده مستواه شوف وليد سليمان نزل امتى، شوف قفشه، شوف. فدي بصراحه روح هي بتيجي من ناحيه الجهاز الفني، مجلس الاداره والدعم الكبير للاعبين، يا جماعه احنا كلنا شيء واحد، مش لازم فلان الفلاني هو اللي يجيب الهدف، لا احنا كلنا بنرسم الهجمه عشان الهدف يخش لانه لصالحنا كلنا. ويمكن هو ده ادى للجهاز الفني سعه كبيره قوي انه ينفذ، يعني كان بيرستاو مثلا بيلعب 4-2-2-2، لا لما بيلعب الفريق اللي قصاده بشكل قافل شويه لا يبقى انا هرجع تاني. دي الروح الايجابيه للاعبين خليته يقدر يغير من غير ما اللاعب يزعل، شفنا بقى امكانياته بشكل كبير، وفكره دكتور ميكسيوني برضو يعني اديت فرص. طبعا انا ضد بصراحه ان كل شويه نهاجم المدرب، ما ينفعش يا جماعه، لا احنا عارفين مين اللي بيهاجم برضو في الاول وفي الاخر، معروف مين اللي بيهاجم، مش انت اللي بتهاجم بالظبط. يعني يمكن طابع شويه او احنا اعتدنا الشارع المصري شويه على يعني انا عايز اكسب على طول، مش هينفع، ما ينفعش انا ما اخطاش، لا مش هينفع. لا وبعدين بقى في اللي انا هقوله لحضرتك دلوقتي ما اقصدش بيه النادي الاهلي خالص، انا بتكلم في المطلق بشكل عام. بقى عندك يعني البعض من الجماهير شويه مزاجيه قوي، يعني مثلا ايه ماتش على هواهم فيقول لك المدرب الفلاني ده اجدع ناس بالظبط، الماتش اللي بعد منهم مش على هواهم فالراجل ده ملوش علاقه بالكوره، من اجدع ناس اللي ملوش علاقه بالكوره. لا واشتغل فرق كبير يعني، فاهم ازاي؟ مش مثلا ايه يقربوا يعني، ده نتيجه ايه؟ هل ده طمع مشروع وطموح مشروع من الجماهير ان هم مش عايزين يشوفوا غير فريقهم في مراكز متقدمه وباداء مرضي، ولا دي حاجه مش صحيه؟ هي كذا حاجه ملمسه مع بعض او متجمعه. اولا نوع طمع المشروع اللي انا عايز فريقي، لان حضرتك لو تنزل الشارع احنا بنشوف بتوصل للتراشق بالالفاظ، بتوصل الناس بيضربوا، فبتوصل ان انا الجيران على فكره من الشباك مش شباك بيندعوا على بعض، ايه الاخبار احنا كسبنا، فده مستني يضايق بيلقحوا على بعض بالظبط كده، وده مستني نقول انا كسبت. فدي حاجه والله احنا لما بندخل اي مكان يا استاذ حسام، والله اي سوبر ماركت ولا ايه يا استاذه، ايه الاخبار اللي جاي ايه بقول له خير ان شاء الله بالظبط كده، ده احنا نفسنا يعني. الى جانب تراجع شويه ثقافه ان البقاء للافضل، ان انا المفروض ان انا احيي الفريق بتاعي في جنبه حتى لو اخفق، وفي نفس الوقت عندي ان انا الروح الرياضيه اللي احنا تملي بالنادي بيها، ان ازاي انا اسقف للخصم واجي اراجع نفسي. وده بيجي نتيجة إيه بقى؟ إن بعض حتى المتخصصين أو المحللين أو المدربين هم نفسهم عندهم الحتة دي، تملي بيهاجم مدرب مع إنه زميله، ما تعرفش ليه، مع إنك بتبقى مزنوق بنفس القصة يعني بالزبط. في بدون ذكر أسامي كان في بعض، لا إحنا عارفين بقى أنت بتتكلم عن مين، أنا عارفك. بعض المدرب تلاقيه يقول بيبقى قاعد يقول المفروض كان كذا، أيوة. المفروض كان كذا، فتلاقي واحد بيتصل يا كابتن ما أنت مغلوب 4 إمبارح ما عملتش كده ليه؟ أنت عمال بالظبط بس دي على فكره معروفه مين يعني الفكره قد تكون دي برضو آفه من آفات السوشيال ميديا ان بقى في ناس بيخترعوا حتى في بعض الاحيان اراء غريبه جدا لمجرد ان الاراء دي هتثير جدل فهتتشير يعني دي هدف كبير على فكره وفي ناس بقت شغلتها دلوقتي يعني عارف مش عايز اقول بلبله ولكن
إثارة لغط كبير جدا ويبقى فيه منافسات وشتيمة لو ساعات تلاقي فرقعة على الفاضي يعني الجنازة حرة زي ما بيقولوا مش موضوع أساسي خالص طبعا ما افرض أنا يا جماعة في حاجة حصلت افرض اللاعب اتصاب افرض أنا حطيت خطة يعني حصل أي حاجة حصل نتيجتها إن أنا أخفقت وبعد كده خلي بالك إن الأهلي من الفرق اللي بتقدر ترجع حتى مهما كان أسوأ حالاته ولاحظ كده كان الأهلي حتى في كثير من المباريات بيكسب في الدقيقة 91 طبعا بليه طبعا كتير طبعا. يعني أنا فاكر يعني في زمان أيام ما كان بيبو بيلعب وكان جمال عبد الحميد كان لسه في الأهلي كان خلاص الفريق المنافس بيحضروا كاس مصر عشان يستلموه هدفين في آخر المباراة اتحولت وهو ده الأهلي لأن الروح القتالية بتاعته هتفضل وهتظل اهم حاجه استثمارها من جانب الجهاز الفني. كويس جدا ده بقى هياخدنا للاياب والتصريح لان هنعمل لينك ما بين الكلام حضرتك قلته والتصريح اللي قاله المدير الفني هو السربي تقريبا لفاق ستيف لما قال لك انا مش هعرف اعوض الرباعيه النظيفه رغم ان في لغه كره القدم حضرتك لسه قايل مثال ما فيش حاجه اسمها كده ابدا انت ممكن تروح تقلب المباراه تماما والسكور عندك يعني على ارضك فده كان غير موفق فيه ده من وجهه نظري وقلنا كلام انا وكريم ده امبارح رايك فيه ايه وفي نفس الوقت لما هنيجي نتكلم عن البيان اللي اصدره النادي الاهلي وفكره هنا ان احنا عايزين ارض بقى او ملعب محايد يعني خارج الاربعه الفرق الاربعه يعني المتاهله فبتشوف برضو ده هيتم ولا مش هيتم يعني امكانيه ده كام في الميه تقريبا خلينا نعرف منك طبعا هو التصريح ده خلي بالك هو المدربين الاجانب بيبقى واقعي على فكره يعني انا ما ينفعش اديك حلم ما نفذوش بالظبط لا انا بالعكس انا ممكن اقول لك والله ارض الواقع كذا بس انا هعمل كذا ولو قدر ينفذ ده واتغلب هو بيترفع له قبعه زي ما بيقولوا بس ممكن كده يعمل يعني زي ما بيتقال معنويا هو على فكره اللي ممكن ده شكل او اثر مش حلو على لاعبته نتيجه اللي اتشاف في مباراه الاهلي بصراحه انا كنت في الاول مش مصدق ان الفاق ستيف بيلعب كده ده انه خايف يعني يمكن الحاجه الوحيده اللي هتبقى قويه قوي اللي تقدر تساند الوفاق الجمهور طبعا طبعا هو ده العامل الجزائري رهيب ممكن دي اللي تديله دفعه معنويه كبيره ولكن هو لازم بصراحه انا لو مكانه مش هيحس انا مغلوب اربعه ما انا يعني هعمل ايه يعني بصراحه كتير لا وبيخلي مسؤوليه مسبقه عشان لو حصل في الامور بالظبط وبيني وبينك ما هي فعلا نتيجه يعني لو اي يعني. فريق مكان الاهلي ونزل رص لعبته بس وما لعبش هو مش عارف يعمل حاجه برضه يعني حلوه رص بجد يعني صح. بالعقل بجد وده طبعا هيبان هو لو ما قدرش يعني لو وما بالك بقى لو الاهلي خطف جون او اتنين وده وارد طبعا وارد احنا بس عايزين من هنا ان شاء الله الاعلام كله يساند الاهلي في حته الثقه بالنفس مالكش دعوه بالجمهور مالكش دعوه بالاحتكاكات ارجو عدم اللي هو الاعتراض على الكويس والوحش والايجابي والسلبي انت صفاره الحكم اللي بتطلق في حاجه معينه خلصت احنا عندنا بالمناسبه صفاره خلاص النهايه بالمناسبه يعني والله والله خلينا نطول مع حضرتك اكتر من كده بس انطلقت صفاره النهايه في حاجه هيك عايز تقولها تختم بيها شكرا طبعا انا ببارك لفريق الاهلي اليد امبارح كاس السوبر ونتمنى لهم ان هم يكملوا وفي نفس الوقت اخيرا انا بنعي شهدائنا طبعا أكيد. الابطال وان شاء الله ما تتكررش تاني ومصر تفضل محفوظه بولادها ان شاء الله شكرا لحضرتك شكرا يا فندم شكرا يا فندم شكرا ليك يا استاذ حسام شكرا يا كريم على الحلقه وبشكر حضراتكم كاملين على متابعتنا النهارده نشوفكم بكره حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي